السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سكانير الكرة. اللاعب اللي غيدوز معنا هذه المرة في فقرة سكانير هو اللاعب ذو الأصول المغربية عبد الناصر الخياطي. القصة ديال عبد الناصر الخياطي مع الكرة فيها دروس كثيرة لكيفاش ممكن إنسان يبقى متعلق بالحلم دياله رغم جميع المعيقات وخا يكبر في السن. عبد الناصر تزاد في مدينة روتردام الهولندية سنة 1989. من الصغر ديالو كان مهووس بالكرة وكان كيلعبها كل نهار في الزنقة مع صحابه اللي كانوا أغلبهم من أصول مغربية. الأم ديالو دخلته من بعد فريق فاينورد للكرة المصغرة، تماك أعين المراقبين قربت منه وهذا الشيء اللي خلاه ينتقل من بعد لفريق إكسلسيور. فرحة ناصر ما كملاتش بحيث في الوقت اللي كان كيتسنى تكون هذه هي البداية تعرض للكسر في رجليه بعد ما كان كيلعب مع صحابه في الزنقة، وهذا الشيء اللي خلاه داير البلاطخ لمدة 6 أشهر وبالتالي الابتعاد عن إكسلسيور. الخياطي رجع من بعد هذا الشيء يلعب الكرة من بوابة أحد فرق الهواة، دوز معاه تقريبا عامين قبل ما يرص دور دار منقبي أكاديمية بي إس فاندهوفن اللي غيقنعوه بالتوقيع للفريق على السن 18. السنة الأولى ليه مع الشبان دوزها مزيان ناصر، لكن في السنة الثانية فضل يغادر الفريق حيث عرف فريق الأمل الفرصة كتعطى أكثر لاعب الفريق الأول اللي يا إما كيكونوا يلا رجعوا من الإصابة ولا كيكونوا باغينهم ينقصوا من الوزن. هادشي اللي خلاه يطلب انتقال الفريق دين بوش، الفريق اللي غيبدا معها رسميا المسيرة الاحترافية ديالو في الدرجة الثانية. إلا أن بعض المشاكل مع مدرب الفريق اللي كان كيفضل الاعتماد على نهج دفاعي غتدفع اللاعب ينهي الارتباط ديالو مع النادي في السنة الأولى. ناصر كان تحدث مع في هذا الوقت مدرب ناك بريدا روبرت ماسكانت وقنعوا باش يجيبوا للفريق. اللاعب المغربي وافق ينتقل للفريق بسبب أنه كان معجب باللاعب الهجومي ديال هذا المدرب، لكن المفاجأة اللي ما كانش كيتوقعها هي أنه بمجرد توقيعه لثلاث سنوات مع الفريق المدرب اللي انتدبه رحل عن الفريق بسبب مشاكل مادية، وهنا غتبدأ معاناة اللاعب مجددا مع كرسي الاحتياط اللي غيبقى جامد فيه لمدة موسمين وكيلعب مرة مرة مع الفريق الثاني. بعد ما دازت عامين الخياطي قرر يخوض تجربة جديدة خارج هولندا. فريق أولمبياكوس نيقوسيا القبرصي وقع معه عقد لمدة سنتين وكان دوز معه المرحلة الإعدادية ديال ذاك الموسم الكروي، لكن عدم توصله بالرواتب الثلاثة الأولى قبل ما تبدأ البطولة خلاه يقرر يفسخ العقد ويرجع في حالته الهولندا. ناصر صدق دوز عام بيض بسبب هادشي، بحيث في الوقت اللي رجع لهولندا الفرقي كانوا ديجا عندهم اختياراتهم. الموسم اللي وراه حتى هو جاتو فرصه باش يمشي للقسم الثالث في بلجيكا. الخياطي عول عليه بدا ديك التجربه ومشى لبلجيكا باش يوقع العقد الجديد ديالو، لكن تصدم فين وصل بحيث الوكيل ديالو ما صيفطش واحد الوثيقه، الشيء اللي خلى العقد ما يتوقعش. واللي زاد عقد الامر هو ان كانت مازال نهار واحد على باش يتسالى الميركاتو في بلجيكا. الخياطي تفرضت عليه مرة أخرى سنة بيضاء، وهنا بدا كيفكر مزيان واش يحبس الكرة في مرة. في هذا الوقت كان مشى وبدا واحد الخدمة في المرسى ديال روتردام، وفي نفس الآن كان كيلعب مع فريق كوزاكن بويز اللي كاين في الهوات، النادي اللي غيتفرقع معاه بحيث في 17 ماتش ماركا 12 بيت وعطى 14 أسيست. لكن بالرغم من هالتألق حتى فرقة من هولندا لا من الدرجة الأولى ولا من الدرجة الثانية ما شافتش في ناصر، وهذا الشيء اللي خلى المدرب ديالو في ديك الوقت يستغرب بزاف. بالمقابل الفرق الإنجليزية هما اللي كيعرفوا يشموا بحال هاد المواهب ديال ناصر، وهذا الشيء اللي خلى فريق بورتون ألبيون يجلبوا سنة 2015 الفريق اللي غيقدر يصعد معاه للدرجة الثانية الإنجليزية بعد ما لعب معاه 42 ماتش سجل خلالها 11 هدف. المستوى الجيد اللي بينه ناصر مع الفريق دفع كوينز بارك رينجرز يتعاقد معه سنة 2016 في أغلى صفقة في تاريخ انتقالات اللاعبين من بورتون. بديت اللاعب المغربي مع الفريق الجديد كانت جيدة حتى هي، لكن رحيل المدرب اللي كان جابه جعل اللاعب المغربي يعاني من جديد وما يلعبش ماتشات بزاف، هذا الشيء اللي غيدفعه يطالب بالرحيل. كوينز بارك رينجرز قررت انها تصيفط ناصر كمعار الفريق ادو دين هاغ الهولندي في الميركاتو الشتوي ديال سنة 2017. في هذا نصف الموسم قدر اللاعب المغربي يساهم في
تجنب الفريق للنزول لدرجة ثانية بحيث استطاع يسجل 5 ديال الأهداف. المستوى اللي ظهر به اللاعب دفع مسؤولي الفريق الهولندي يطلبوا التعاقد معه ونجحوا فعلا باش يسنيوا ليه 3 سنوات، ومن تماك بدات فترة ازدهار اللاعب في الأراضي المنخفضة. الموسم اللي جا وراه قدر يسجل 11 هدف في الموسم ووصل الفريق ديالو باش يلعب البلاي اوف على المقاعد الأوروبية، وهذا الموسم نيت استطاع يسجل الحدود الآن 12 هدف بعد لعب 17 ماتش في الدوري الهولندي فقط. التألق اللي بينه عبد الناصر الخياطي فتح ليه بيبان جداد واخا وصل العمر 30 سنة، وآخر الأخبار كتشير لأن عدد من الفرق الهولندية والإنجليزية بغت تعقد معه في الوقت اللي هو صرح بأنه حتى هو مستعد للرحيل وباغي يدخل في تجربة جديدة. قصة عبد الناصر الخياطي ميمكنش تسمع بها وما يبورش لحمك، كيفاش في المسار ديالو مرة كان كيبان ليه الحلم قريب، مرة كان كيبان ليه مستحيل، لكن هو في هذا الوقت ما كانش كيندب الحظ ديالو، بل بقى مصر على يوصل ويبقى يمارس داكشي اللي بغى. وبالرغم من عدم الاعتراف به في الأراضي اللي تزاد فيها بقى مقاتل حتى ولا حاليا محط رغبة أكبر الأندية في الدوري الهولندي. إذا كانت هذه أول مرة كتشوفوا القناة ديالنا فما تنساوش تشاركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وممكن أيضا تفعلوا مع المنشورات اليومية ديالنا اللي كنحطوها على صفحتنا في الفيسبوك، وما تنساوش كما ديما بارتاجيو مع أصحابكم.